أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلى من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية ومقال الكاتب رشيد الخيون: ليس ببناء عن العراق السودان، إذ انفجر الموقف بالسودان بين الجيش وقوات التدخل السريع، فقد شكلت هذه القوات في حرب دارفور 2003 لمساندة الجيش السوداني، لكن بعد انتهاء الأزمة صعب حلها حتى صار لها دور في التغير العام عام 2018. لم تصدر فتوى جهاد كفائي بالسودان، ولم تسمى تلك القوات بالمقدسة كما حصل في العراق عام 2014 بعد تشكيل ميليشيا الحشد الشعبي. يضيف الكاتب: انفجر الموقف بالسودان بين الجيش وقوات التدخل السريع، ولا نظن أن جنجويد العراق الولائي سيكون طوع القانون، يأتمر بأمر السلطة الشرعية. يؤكد الكاتب: لا يمكن أن يستقر بلد فيه جيشان، صار العراق بوجود الميليشيات طاردا لأهله في زمن الديمقراطية. لم يكن المشهد السوداني بخصوص المحتجين بعيدا بما حصل لمحتجي العراق. صحيح لم تصدر فتاوى مباشرة بقتلهم، لكن عشرات الفتاوى قد صدرت ضمنيا، ومن يتمعن في دليل المجاهد لمحمد كاظم الحائري وخطب رجال الدين ومعمم قناة آفاق سيجد المضمون واضحا فيها. اعتبروهم كفارا فساقا. صار في السودان جيشان والدولة واحدة، وبالعراق جيشان والدولة المعلنة واحدة. لكن ما يزيد عنه حشد العراق أنه أصبح قوة اقتصادية داخل الدولة بعد تأسيس شركة استثمارية عملاقة، فأخذت ميليشياته تتضخم، لغى جهاز استخباراتي خاص يعتقل ويخطف جغارا، اتخذت من منطقة جرف الصخر عاصمة، المكان الذي حرم على أهله العودة. أرى المشهد كالآتي وفق ما حصل بالسودان: إن حشد العراق بني وفق استراتيجية مدروسة منذ عام 2003، وما فتوى الجهاد الكفائي إلا غطاء ديني من أجل إضافة المقدس له، وهو يتضخم بوجود وزراء وموظفين كبار في الدولة، وعدته وعتاده من الميزانية العراقية. يكفيك النظر في الرايات والصور والتصريحات والممارسات، تجد سيوفه مشرعة مع الخارج إذا حمي الوطيس. إلى موقع صوت العراق ومقال للكاتب حسين النجار بعنوان: شركاء بالفساد والمحاصصة. يخوض أمراء المحاصصة الكريهة معارك ضارية للتغطية على نتائج فشله بالمستدام، ولتزوير الحقائق وتزييف الوعي بغية ضمان بقائهم في كراسي السلطة. لم يقدم أي من أطرافهم على إعلان فشله، بل إن أحد منهم لم يحمل صراحة طرفا آخر مسؤولية ما حصل، ذلك أن كل طرف منهم لديه ما يكفي من ملفات تدين الطرف الآخر، فهم شركاء في الغنائم وهم يصارعون من أجل التستر على أفعالهم وأفاء نتائجها. وما حصل في قضية سرقة القرن وبعدها عند كشف ملفات الفساد في عقارات الأنبار، وما عقبها في موضوع رئيس الوقف السني، ومن أمثال ذلك كما يقال بالشعبي حمل وشيل، يتبين بوضوح نوع التخادم بين هؤلاء القابضين بأسنانهم على السلطة وحجم نفوذهم المستشري في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها. وحتى عندما يصارح أي مسؤول رفيع في الدولة الرأي العام، فإنه لا يعلن عن النتائج كاملة ولا حتى عن جزء منها، بل إن عددا منهم صار يعلن صراحة أن الخلل في بناء الدولة بنيوي، وأن المحاصصة والفساد استفحلا، وأن بالإمكان إدانة القوى الماسكة للسلطة، لكننا لا نستطيع فعل أي شيء خوفا على العملية السياسية. وحين يشعر أي طرف من المتحاصصين بخطورة وضعه، نلاحظ أن خصمه السياسي المؤتلف معه في السلطة هو من يمسك بيده ويعيده إلى موقعه الأصلي، فهم بالنتيجة أقلية حاكمة متنفذة متصارعة مع بعضها ومتحالفة ضد الأكثرية المتضررة من نهج المحاصصة الفاسدة. وإلى صحيفة العربي الجديد ومقال الكاتب مروان قبلان بعنوان: إيران والهشاشة العربية. يقول الكاتب: نتيجة 4 عقود من الحصار، إيران تملك بنية تحتية متهالكة وتعاني انقطاعا عن أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم، وجفافا في السيولة المالية، وضعفا في نسب الاستثمار الخارجي، وعدم اتضاح الأفق
في خصوص مستقبل النظام. أما خارجياً فتعاني إيران من علاقات مضطربة مع جيرانها والعالم، وتقع تحت واحد من أقسى أنظمة العقوبات المعروفة في التاريخ، بيد أن الميزة النسبية الكبرى التي تخدم إيران وتمكنها من تحقيق مصالحها وغاياتها في محيطها الجيوسياسي فتتمثل في هشاشة الدول والمجتمعات التي تستهدفها. والمتتبع لوضع إيران خلال العقود الأربعة الماضية لا بد أن يلحظ أن قوة إيران تتعاظم بمقدار ما تزداد هشاشة الدول المحيطة بها وخاصة العربية. تعظم نفوذ إيران أكثر مع انهيار دولة بحجم العراق، حيث أدى العجز عن إعادة بناء الدولة على أسس وطنية إلى تمكين إيران من فرض وصايتها على البلد من خلال نحو 70 ميليشيا تأتمر بأمرها، وذلك على الرغم من أن غالبية الشيعة العراقيين وهم 83% بحسب دراسة حديثة يعتبرون أنفسهم عربا ويرفضون وصاية إيران على بلادهم. ستواجه سوريا على الأرجح المصير نفسه، أي التحول إلى دولة فاشلة تقيم فيها ميليشيات أجنبية أو محلية تخدم الأجندة الإيرانية بعيدا عن أي سلطة مركزية، إذا عجز السوريون عن إطلاق حوار وطني مجتمعي هدفه إنقاذ البلد والدفع نحو بناء دولة لكل مواطنيها ومستقلة عن كل إرادة أجنبية. قال صحيفة وول ستريت جورنال إن المقاتلات الروسية حلقت قريبا من المقاتلات الأمريكية في سوريا بطريقة زادت من مخاطر التصعيد. وأضافت الصحيفة في تقرير أن المقاتلات الروسية خرقت وبشكل متكرر الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وحلقت قريبا من المقاتلات الأمريكية فوق سوريا وفوق القوات الأمريكية. وقال الجنرال إليكس غرينكوتش الذي يشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الأجواء فوق سوريا وعشرين دولة أخرى في الشرق الأوسط كقائد لسلاح الجو في القيادة المركزية، قال إنه جو مشحون بالنسبة لنا ولا نستبعد ارتكاب خطأ، مضيفا أن هذا يؤشر إلى انهيار الحرفية بطريقة لم أرها في سلاح الجو الروسي. الولايات المتحدة وروسيا احتفظتا بترتيب غير مريح في سوريا، حيث دعم البلدان أطرافا في حرب الوكالة، ووفرت القوات الروسية الدعم العسكري الحيوي لنظام بشار الأسد بشكل سمح له باستعادة السيطرة على معظم البلاد وهزيمة المعارضة المسلحة التي حاولت الإطاحة به في انتفاضة عام 2011. ووافقت الولايات المتحدة وروسيا على مجموعة من القواعد لتجنب المواجهة المباشرة مع سوريا، وأنشا الطرفان خطا ساخنا وذلك لتجنب الأخطاء عندما يقومان بعمليات عسكرية في سوريا. وقال الجنرال غرينكوتش إنه منذ الأول من آذار مارس خرق الطيران الروسي الاتفاق أكثر من 60 مرة، وحلقت المقاتلات الروسية التي من المتوقع أن تبقى بعيدة مسافة 3 أميال بحرية على مدى 500 قدم من الطيارين الأمريكيين مرتين خلال الأسبوع الماضي. والأكثر إثارة للقلق هو تحريق المقاتلات الروسية فوق القوات الأمريكية في سوريا عدة مرات منذ بداية الشهر الحالي، وقال إن مقاتلات روسية ومسيرات حلقت فوق قاعدة التنف. نشرت وكالة بلومبرغ الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن تأثير الدبلوماسية العربية الجديدة على الأوضاع في السودان، حيث تزعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هذه الدبلوماسية تساهم في حل المشاكل طويلة الأمد وتحسين العلاقات بين الدول العربية. وقالت الوكالة في تقريرها إن النخب الحاكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت على امتداد السنوات الثلاث الماضية تهنئ نفسها على ما تدعي أنه عهد جديد من الدبلوماسية العربية، ورأت أنه مع فقدان الولايات المتحدة اهتمامها أو بالأحرى تخليها عن التزاماتها بالعالم العربي فقد بات قادة المنطقة يقومون ببراعة بالتكيف مع بعضهم البعض ومع القوى العالمية الأخرى لحل المشاكل طويلة الأمد في المنطقة. العرب لا يحتاجون إلى حلول غربية للأزمات التي تواجهها المنطقة، وبحسب الوكالة فإن فكرة تعامل اللاعبين الإقليميين مع مشاكلهم تناسب الإجماع بين الحزبين في واشنطن على أن الولايات المتحدة يجب أن تقلل من انفتاحها الدبلوماسي على العالم العربي وتعيد توزيع الموارد على مناطق أخرى منكوبة مثل شرق آسيا ومؤخرا أوروبا الشرقية. إن التنافس الدموي على السلطة بين الجنرالات السودانيين المارقين يمثل تحديا جديدا للدبلوماسية العربية حديثة العهد،
وفي الواقع فإن من السهل إجراء محادثات خلال هدنة في صراع استنفذ المقاتلين مثل الحروب الأهلية في اليمن أو سوريا، بينما الأمر يختلف تماما في خضم موجة عنف اندلعت للتو. وكما هو حال اليمن فإن أزمة السودان من صنع العرب إلى حد كبير، فعندما طاحت الانتفاضة السلمية الشعبية بديكتاتورية عمر البشير العسكرية التي استمرت 30 سنة قبل 4 سنوات وتم استبدال حكومة انتقالية من المدنيين والجنرالات بها، فقد اختارت كبرى الدول العربية دعم الجنرالات وفق بلومبرغ. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. دعونا نترك قليلا مقالات الصحافة ونتابع صور الكاريكاتير. تحت عنوان الأرض الحرة، بدأ آلاف من السكان الأصليين من أنحاء البرازيل كافة مخيماً في مدينة برازيليا لمناقشة قضاياهم ومطالبهم وحقوقهم الثقافية ومدى تعامل السلطات التشريعية والتنفيذية معها. ويعد هذا التجمع الذي يختتم غداً الجمعة النسخة 19 من مخيم أو معسكر الأرض الحرة للسكان الأصليين في البرازيل، الذي بات تقليداً ومرجعاً للتعبئة الاجتماعية الديمقراطية والتشاركية، كما يعد نسخة الأولى منذ استحداث وزارة الشعوب الأصلية التي وعد بها الرئيس لولا دا سيلفا خلال حملته الانتخابية الأخيرة. على إثر نضوب المياه تواجه سلاحف سد وادي شيبة في ولاية نابل شمال شرقي تونس، تواجه امتحانا حقيقيا من أجل مواصلة حياتها الطبيعية التي ذابت عليها منذ أن شيد السد عام 1963. وتبدو السلاحف في المنطقة تطارد ما تبقى من مياه السد التي انحسرت إلى أبعد حد، ما يهدد حياة هذه الكائنات بحسب وكالة الأناضول. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
انتهت فقراتنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة ونلقاكم على خير.